سلام كبيدات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المحل اللي ما شاء الله كامل مكمول، وبزاف منكم طلبوا مني بغاو ملابس هكذا ديال المحجبات، ملابس طوال، كذلك حتى البنات اللي تيبغيو هكذا دي روب سواري، ملابس قصيره. المهم المحل كيف ما قلت لكم راه عنده بزاف ديال لي زارتيكل، خصوصا الملابس اللي طويله، وكذلك حتى ملابس ديال لي غون طاي. فمهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم محل ديال شهرزاد الغني عن التعريف ديال المدام حبيبه. كيف ما ديجا شاركت معكم شحال من مره لا كوليكسيون ديالها كيفاش كتكون شي حاجه اللي هماويه وشي حاجه اللي دو كاليتي. كل شيء لي زارتيكل كنجيبهم من تركيا، راه حتى شي حاجه ما كاينه زعما ما تجيش من المغرب. فخليكم معايا ان شاء الله في هذا الفيديو، هذا غتعرفوا كاع التفاصيل ديال المحل فين كاين، وكذلك حتى الحويجات اللي جايبه. فكل شيء كل شيء كل شيء فريد الفرع ان شاء الله. اليوم نبدا معكم في الاول المحل فين كاين. فاللي بغات المحل راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اللي هو واحد السهم صغير، هو كتلقاوه تحت من العنوان ديال من الفيديو، اولا تقدروا تضغطوا غير على العنوان ديال الفيديو، راه غادي يخرج لكم واحد لافيش، وغادي تلقاو فيها لوكاليزاسيون خاصه بالناس اللي عندهم طوموبيل تيتبعوا اللوكاليزاسيون حتى المحل بالضبط. انا درتها لكم حدا الباب باش كتجيب لكم ديريكتومون لطالبرج في اكادير. اما بالنسبه للناس اللي ما عارفينش البلاصه بالضبط، غادي نكتب لكم هنا العنوان ديال المحل فين كاين بالتفصيل، وكذلك حتى الارقام الهواتف ديالهم، كذلك صندوق الوصف غادي تلقاو لي باج انستغرام ديالهم، وكذلك حتى ديال فيسبوك باش هكا دائما تبقاو على تواصل معهم، وكذلك انكم تشوفوا كاع لا كوليكسيون اللي كتدخل كل سيمانه، حيت ما شاء الله اي حاجه تحطات راه كطيب. ومرحبا بكم معايا مره اخرى في بوتيك شهرزاد. كيف ما كتشوفوا المحل ما شاء الله كامل مكمول نقي، كيف ما كتشوفوا كل حاجه محطوطه في بلاصتها. اي حاجه مثلا بغيتوا تقلبوا عليها راه كتبان لكم هكا معلقه، مستفين كل حاجه في بلاصتها ما شاء الله، كل شيء مرتب. وكذلك دايرين واحد لو تيم ديال كريسماس اولا ديال القرب ديال راس السنه الميلاديه ان شاء الله، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. فاليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم كاع لي زارتيكل اللي كاينين في هذا البوتيك. هذا ما شاء الله عنده جايبين كوليكسيون هكذا ديال البرد، كيف ما كتشوفوا جايبين هكذا كسيوات سخيخنين. بزاف البنات كانوا سولوني بغاو هكذا كسيوات كيتلبسوا سخيخنين هكذا ديال البرد، ويكونوا شي حاجه اللي كاليتي، وكذلك تكون شي حاجه اللي كلاس كتبان في اللبسه ديالها هماويه. شوفوا لي هاد الموديلات كيبانوا زوينين البنات، وتوبهم خطير. بالنسبه لتوما البنات راه كنقول لكم مليار في المئه باللي شي حاجه اللي غارونتي، يعني ما تخافوا منها حتى شي حاجه. فكل شيء لا كوليكسيون اللي غادي تشوفوا اليوم وكذلك اللي دائما كيجيبوا في بوتيك هي ديال تركيا. بالنسبه لي شوميز حتى هما ديال البرد ما شاء الله كيحمقوا، بزاف ديال الموديلات حتى هما جايبينهم، كذلك حتى لي غوب سواغي بجميع المقاسات البنات كنسطر عليها جميع المقاسات من السمول حتى الدوبل وحتى ال 3XL، وكاينين كذلك حتى الكسيوات اللي كيوصلوا حتى ل 50. فما تعطلوش البنات كيف ما قلت لكم، اجيو واحد السلعه دابا يلاه تحطات باقي جديده في الميكا صورتها لكم، كيف ما حطوا الجديد راني جيت باش نصوروا لكم، باش انتم الا بغيتوا شي حاجه تاخذوها يعني مباشره من بعد ما تشوفوها ان شاء الله في الفيديو. واكيد راه كيديروا اسمنه جد مناسبه غابور كاليتي بري، شي حاجه اللي ما غاديش تلقاوها نهائيا في السوق، وشي حاجه اللي ما غاديش تنمو عليها الا خديتوها. كاين كذلك هنايا لي سورفيت كيف ما كتشوفوا، كاين الرياضيه، وكاين كذلك حتى اللي كتلبس هكذا شيك وكلاس في بزاف ديال الموديلات ان شاء الله، راه غادي نعاود نصورهم لكم حتى هما مزيان. وكاينين كذلك هاد لي مونطو هادو، وكاينين كذلك تريكوات اللي تيكونوا هكذا سخيخنين. هانتوما شوفوا لي الموديلات ديالهم كيفاش دايرين، شي حاجه اللي واعره البنات. عرفتوا راه الكاميرا البنات ما تعطيش الحق ديال التصوير كيف ما هو كيبان في الحقيقه ديالو. عرفتوا راه التويبات ديالهم ما شاء الله فنين وسخيخنين، وكلهم تتلقاو فيهم هكا شي موتيف اللي كيميز كل شكل على شكل.
كيف ما شو البنات، راني كنحاول هكذا نقرب لكم لي ديطاي كاملين باش تشوفوهم ديال كل ارتيكل. كنصور لكم الخياطه، كنصور لكم لا فينيسيون ديال كل حاجه باش حتى نتوما تعرفوا باللي راه كنهضر لكم على شي حاجه اللي الكاليتي ديالها زوينه بزاف ومخدومه مزيان كيف ما كتشوفوا، وشي حاجه اللي ما غاديش تلقاوها في شي محل اخر. حبيباتي ما تنسونيش باللايكات ديالكم، قليبات مشيشات بحال ديما، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع صحاباتكم اللي بغيتوا هكذا يتعرفوا على هذا المحل هذا، وكذلك الناس ديال اكادير اللي ما تيعرفوش بحال هذا البلايص هادو. بوتيك صراحه اللي كيستحق انكم تعرفوه، خصوصا الناس اللي تيبغيو المقاسات الكبيره. المقاسات الكبيره كنلقاوهم، ولكن كنلقاو شي حاجه اللي لا علاقه حتى في الموديل ديالهم، ما تلقاوهمش صراحه زوينين، ولكن هنا كتلقاو موديل اللي واعر بزاف وشيك في اللبسه ديالو، كيبان كلاس، وتقدروا تحتاجوا هكذا للخدمه، وكذلك حتى الحياه اليوميه ديالكم. مثلا بغيتوا تخرجوا ولا شي عشيوه ولا كذا، تخرجوا مع وليداتكم ولا مع الزوج الكريم، علاش لا. فكيف ما كتشوفوا ما شاء الله راه محل فيه بزاف ديال الحويجات، ومن الاحسن انكم تجيو تشوفوا كيف ما قلت لكم، وتستافدوا من العروض اللي كاينين. حاليا راه كاين العرض ديال 30% البنات، تخفيض ديال 30% في كاع لي زارتيكل اللي كاينين هنا في المحل. ما شاء الله راه قلت لكم غادي تجيو غادي تلفوا، والله البنات اللي غادي تجيو غادي تلفوا، حيت كل مره كتجيو كتلقاو سلعه جديده، كتلقاو حوايج جداد. ماشي المحل كيجيب لكم اي حاجه، ولكن كيف ما قلت لكم كيجيب لكم شي حاجه اللي غادي تعجب كاع الطبقات. بالنسبه لي فام اللي تيبغيو هكذا موديلات اللي تيكونوا اونصومبل بحال هكا الفوق والتحت ديالهم، راه كاينين حتى هما في بزاف ديال الاشكال البنات هنا في المحل. كيف ما قلت لكم كاينين اللي بالسروال، وكاين كذلك حتى اللي عندهم دي غوب اولا هكذا صايات طوالين، وكاينين كذلك حتى القصار. تتاخذوا الموديل اللي حبيتو نتوما او اللي تيعجبكم انكم تلبسوه بالوان هكذا زوينين على الموضه كيف ما كنشوفوا، وبدي موتيف اللي ما كتلقاوهمش فشي بلاصه اخرى. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على البوتيك واش فيه حتى الجينات، البنات راه كاين الجينات بزاف ديال الشكلات حتى هما، وفيهم دي موتيف لي زوينين، كذلك كاين حتى لي سامبل كيف ما غادي نوري لكم دابا، وكاين كذلك حتى السراول ديال الطوال، وكاين حتى السراول هكذا اللي كيجيو كلاس ديال التوب، راه غادي نشاركهم معكم حتى هما في هذا الفيديو هذا باش نتوما تاخذوا فكره عليهم وتشوفوا كيفاش دايرين. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الكابين ديال التقياس واش كاينه، البنات راه كاينه، كتجيو تقيسوا اي حاجه بغيتوا تلبسوا على خاطركم. كاينين البنات ما شاء الله في البوتيك راه كيوريكم شنو زعما كيعطوكم شنو بغيتوا، كذلك كاينه حتى الحجه راه كتكون تساعدكم يعني في التنسيقات ديال الملابس، فاي حاجه احتاجتوها راه غادي تلقاوها ان شاء الله.
بالنسبه لكاع لي زارتيكل اللي وريتكم اليوم غادي نخلي لكم صندوق الوصف الانستغرام ديال هذا البوتيك، وكذلك حتى الفيسبوك والصفحه ديال الفيسبوك ديالهم. غادي تشوفوا هاد اللباسي كاملين ملبوسين، لابسينهم موديلات اولا عارضات ما شاء الله، لي طاي ديالهم واعره، وغادي يبان لكم الارتيكل مزيان حيت الحاجه اللي تلبست ماشي هي اللي تصورت غير هكا هكا خفن زربان، ولكن غتشوفوهم على حقهم وطريقهم هما ملبوسين. وكذلك راه اي موديل شفتو راه كتلقاو فيه الطاي ديالكم. بالنسبه لي شوميز البنات راه حتى هما كاينين في كاع الالوان، وكذلك حتى التوب ديالهم التوب اللي هكذا طايح، خصوصا هادو اللي في الابيض حمقوني ما شاء الله، كيجيو زوينين في اللبسه. كاينين القصار وكاينين كذلك حتى الطوال، وكما قلت لكم راه كاينين المقاسات كاملين، يعني من الاكس من سمول حتى ال 4 اكس ال كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لي فيست حتى هما راه كاينين، البنات اللي تيبغيو هكا المقاسات الكبيره راه كاينين حتى هما عندهم في بزاف ديال اللوينات كيف ما كتشوفوا. وهنا محبين ليجيب اولا الطنوره صايات كيف ما كتشوفوا كاينين هادو طوالين وكاينين حتى القصار حتى هما. انا تنحرك لكم باش تشوفوا الجوده ديال التوب ديالهم، كلهم مكبوبين يعني التوب ديالهم تبارك الله طايح وزوين. كاينين كذلك حتى هادو لي سخيخين هكذا ديال البرد، وكاينين حتى ديال الجلد راه ديال الكوير اولا السيمي كوير راه حتى هما كاينين عندهم البنات. غادي نشاركهم معكم باش تاخذوا فكره عليهم كيف ما كتشوفوا. ما شاء الله تشكيله كبيره في هادو في الصايات كيف ما كتشوفوا. والالوان راه كاين الالوان اللي حبيتو يعني كتلقاوهم حمقوني. انا عجبوني حتى هادو ديال هادو ديال الجلد اولا ديال الكوير، صراحه كيجو واعرين 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 في اللبسه. بالنسبه للاكوب ديالهم زوينه حتى تيتلبسوا عاد كيبانوا كيف ما كتشوفوا. الناس اللي غلاض راه ما تيبانوش غلاض، يعني الا لبستوا هاد لو ستيل هذا ديال هاد التيسو هذا اولا ديال هاد الجلد راه كيجي زوين في اللبسه ديالو، وحتى الغلظ ما تيبانش يعني داك الغلظ الخايب كيف ما كتشوفوا. هذا موديل ثاني حتى هو نفس الجوده كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للتنسيقات ديال الملابس كيف ما قلت لكم راه غادي تلقاوهم في الصفحه ديال الفيسبوك ديال البوتيك، باش هكا تشوفوهم ملبوسين وتشوفوا حتى الطريقه ديال اللبس ديالهم، وكذلك حتى تاخذوا افكار هكذا بطريقه اللباس، يعني تنسيق الملابس، تنسيق كذلك حتى الانواع ديال الاثواب اللي كتلقاو هكا كل حاجه واشنو تيجي معها.
بزاف منكم البنات كنتو صورتوني في الصفحة ديال الانستغرام ديالي، واحد الكليانة كنت صورت الماكياج ديالها وكانت لابسة بحال هادو، وسولتوني فين نقدروا نلقاوهم. هما البنات راه كاينين هنا في البوتيك، تقدروا تجيو تقيسوا اللي عجبكم، فيهم بزاف ديال الموديلات حتى هما. وكذلك كاينين حتى هاد لي غوب هادو اللي تقدروا هكذا تبغوا تلبسوهم هكذا في راس في راس العام، الناس اللي تيبغوا يديروا حفيله ولا شي عشيوه بحال هكا في الدار، ولا تخرجوا هكذا تتعشاو على برا لي مالا. كيف ما كتشوفوا حتى هما راه فيهم كاع المقاسات، كيف ما كنقول لكم اي موديل شفتوه راه كتلقاو فيه المقاس اللي بغيتو، يقدر كاع الا ما لقيتوش راه كتلقاو ثاني شكل احسن منه. وبالنسبه لي سيرفيت قلت ضروري نصورهم لكم البنات، واخا ما صورتش لكم كلشي، كيف ما كتشوفوا هادو غير بعض من الموديلات. ما شاء الله الثوب ديالهم زوين بزاف، الثوب مقطن كيف ما كتشوفوا، وكاينين طوالين يعني الناس اللي تيبغوا هكذا ديال المحجبات راه كاينين، وكذلك كاينين حتى القصارين كاع لي ستيل كاينين، تقدروا تاخذوا حتى هكذا اللي كيكونوا بازيك نوار اولا غري، وكاينين كذلك اللي فيهم هكذا اللوينات شبابيه كيف ما كتشوفوا، وكذلك موديلات اللي مغايره على داكشي اللي تنطلقوا في السوق. شوفوا لي مثلا هذه راه حتى هي راه بالسروال ديالها، وكذلك حتى واحد الشكل اخر حتى هو من اللور، كاينين كلهم بسريولات ديالهم ما شاء الله زوينين كيف ما قلت لكم، حتى كيتلبسوا عاد كيبانوا راه بالحق، راه التصوير ما تيبانش اولا ما كيبينش الجوده ديال الحاجه حتى تتلبس. وهادو هما لي بونطالون اللي قلت لكم، كاينين لوينات صراحه زوينين هانتوما كيف ما كتشوفوا، اي لون حبيتو راه كتلقاوه هنايا، وكذلك حتى لا كوب ديالهم كاينين اللي كتلقاوهم هكذا في تحت الضغوا، كاينين اللي كتلقاوهم لارج، يعني على حسب نتوما شنو تتبغيو. كيف ما كتشوفوا راه كاينين كاع الاشكال. ودابا حبيباتي غادي نشارك معكم لي ساك وكذلك حتى لي طالون اللي كاينين ولي بوتين، حتى هما راه كاينين في بزاف ديال الشكيلات، غادي نجمعهم لكم كاملين باش هكذا تشوفوهم ديريكتومون، باش نتوما تاخذوا فكره على لي ساك اللي كاينين. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيعجبك البوتيك بالالوان اللي كتلقاهم هكذا متناسقه، احمر اخضر كذلك حتى في النواغ، يعني اللوينات اللي زوينين، وتقدر اي لبسه لبستوها تجي لكم هذيك الحقيبه اولا كذلك هذاك الصباط اللي غادي تلبسوا معها. فكيف ما كتعرفوا راه الصباط وكذلك حتى الساك هو اللي هو اللي كيكمل اللبسه وكيبين هكذا في حله زوينه.
فكيف ما كتشوفوا ما شاء الله محل كامل مكمول كيف ما قلت لكم في الاول. أه وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم البنات، كنقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش لي اللايك والاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم. ما تنساوش كذلك تخليوا لي في تعاليق المحلات اللي بغيتوني نزور لكم ان شاء الله في هذه الايام هادو، انا راه الاشاره في كل طلبكم. كنقول لكم شكرا على المشاهده والى اللقاء.